هذه الذكرى التي تتميز عن غيرها بما تحمل من خصوصية في ذهن كل فتاة وكل سيدة، فهنيئا لكن بنات حواء بيومكن العالمي. منتسباتنا الفضليات، إننا إذ نحتفي اليوم في رحاب جمعية الفتاة باليوم العالمي للمرأة، لنؤكد على ضرورة الوعي بدورنا المنوط بنا، ولن يتم ذلك إلا بوجود فتاة رائدة تتصف بالعلم والقيم الراقية وتعي مسؤولياتها تجاه مجتمعها ووطنها وأمتها جمعاء. فتلك هي السبيل الأمثل لتبوؤ المكانة اللائقة والتطور المنشود الذي يمكننا من النهوض بأدوارنا المرجوة مساهمة في البناء والرقي المنشودين.